قرى 24 في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ديما قاعدين نتجولوا في برنامج على طول، برنامج على طول تلقوا في تلفزيون النصر 24. خليكم معنا، ديما قاعدين نتجولوا عشان نشوفوا الحياة البسيطة عن المواطنين كيف. واليوم كمان جينا في مدرسة الشعبية العربية اللي قاعدة في كارتشيريب، وخليكم معنا ونشوفوا كيف. جليكم هنا عشان نشوف كيف يعني انتم قاعدين التقرير، وتقدر تورينا اسم كل المشاهدين اللي كان قاعدين يشاهدوا التلفزيون المصري. الاسم 6 نفر بدوي، مديرة القسم الإعدادي لمدرسة الشعبية العربية. المديرة تقدر تورونا كيف السنة كان قدرتوا بديتوا العام الدراسي 2019 أم 2020؟ بدأنا الحمد لله بإذن الله، بدأنا في نفس اليوم الذي يبدأ كل العام الدراسي في بلدنا، كان يوم 1 شهر 10 لعام لهذا العام. وأنتوا أهدافكم هنا شنو يعني في مدرسة الشعبية العربية؟ هدفكم كشنو يعني؟ هدفنا التربية والتعليم وتكوين المواطن الصالح لهذا الوطن. وهل كنتم هنا عندكم صعوبات ولا كيف يعني في المدرسة الشعبية العربية؟ صعوباتكم شنو يعني؟ من الصعوبات التي تواجهنا هي عدم متابعة أولياء أمور التلاميذ لأبنائهم أثناء الدراسة، وعدم متابعتهم في دروسهم حتى ولو كان في البيت. وما لا يعني الأبهات ما قاعدين يراقبوا عيالهم، عدم شنو يعني أنت صغير تتلف فوق يعني كل ما سنة تكتب وما تراقب يعني أسباب شنو يعني؟ أنت كمديرة رسالتك شنو للأبهات دول؟ من الأسباب ده أظن البعض منهم إهمال والبعض منهم الأشغال. إذا كان دول مشغول، الوالد مشغول ممكن يكلف الوالدة، ممكن يكلف الأخ الكبير، ممكن يكلف أي واحد. بالنسبة لعدم المتابعة يعني كان يواجه مشاكل لبعض التلاميذ. في بعض منهم أحيانا بعض من الآباء يجوا يتابعوا، ولما تأخذ الذين يتابعون أبنائهم ده حتى الطالب إذا كان باري وأبوه بيتابع في المدرسة في أي شيء، عندنا ليه نظرة كده طالب مؤدب وبيحترم المعلمين وبخاف من أي شيء صغير يقول، إذا كان والده جاء ولكن ممكن يكلموا له. شايفين الشيء ده ظاهر في الناس اللي بيتابعون ده يعني أحسن، والما بيتابعوا يعني ما خايف من أي شيء. جانبنا هنا كان ما أي شيء صغير كنا ندقوا فوق أولياء الأمور يعني صعب، لأن إلا كان شيء كبير، مشكلة كبيرة ولا كان نسان. وكان يمدعينا للشيء الكبير كمان مرات نطرهه له لسه صغار بقول لنا معلمنا أول ما ناديتهم. أيوة. وما لا لم تلقى يعني بعض من الشباب اللي مويت كان يعرف نفسه وراجل قاعد بيشتغل بمشي بكتب هو نفسه يعني خلاص أبوه يقول أنا يعني تركتك أنت كان تجري لنفسك وكان قريت عن باكر يعني تنجا ما لا شيء يعني بعد من الأنبار يقولوا للعيال كلام ما لا شيء ده ما سهل. ما دمتو صغيرك ده الكبير كله صغيرك بس. وإذا كان أنت ما عندك من الناحية المادية ودخل نفسه وعمل وأي شيء بصرف لنفسك اللي انت ممكن تتابع احسن. أيوة. عشان يعرف قيمة عن القراية شنو. أيوة. ويعرف احترام عن الابوين شنو. وذات بعيدة بشي دي بقدر بكمل. اذا كان ذول لوحدة ده اظن يمشي كي يكسر. ايوه. وما لم تلقى يعني بعض من اخواتنا البنات عليهم واركة يتزوجت مشي كي بس القراية تخلي وصدوصه عن باكر كان فصلت مع الراجل قبل الذهاب حتى ترجع تفتش الدراسة، يعني رسالتكم شنو لهم يعني عشان تقول؟ والله بالنسبة لي رسالة جينا البنات اللي بيزوجوهم ده كان من المفروض إذا كان من البداية ذات الوالدين إذا كان بيتعبوا البيت ده
هي كمان قدر عمرها أنا 18 سنة تقدر تعمل بكالوريا. بعد البكالوريا كان زوجوها ده مهما كان كنت عارفة أهمية أنا الدراسة تقدر تواسي. إذا كان واحدة زوجوها من شهادة ابتدائي من الصعب بيت وراجل وإيال وأكل ودار ده كله ده إذا كان زول ما بذل جهد ما بقدر بوفر وخلاص شيء ده إذا كان تراكم ليا خلاص بشيف الواحد بيختار واحد بخلي الواحد بس وده كله بدور متابعة وأنا أنصح البنات ذاتهم في واحدين هم المهم ما بقول ساكت عشان ده أهلهم بيشوفهم كيف بمشي بزوجهم دقاق وهذا ندور تشيب دراستها ما لما بالأشياء الثانية ما تراكب لها زملان كيف برأي عنده وقت بيكمل نكمل كمان شيء تدوره ممكن تعملها دراسة ولي بدا ما بمشي حشو معي هو تقول للرجال شنو اللي بيتاجوا البنات قول انت كان انا جبتك في البيت كل تجري بعدين كان جابها وزنداري يعني ما لقى زور راجل كلم في قدام رجال في قدام أبهاتها وطلع خدمه وبعدين بيجي بشيء بقول لك إذا كان هي ذاتها قصرت من عملها أيوة. إذا كان هي تقدر توفر ما بين البيت وما بين الدراسة ده أيوة. ما أظن يمنعها إذا كان تقوم من صلاة الصبح أيوة. تدش البيت تلاقي مكانها سخن بصغيرة تنظمها كمال خدمك وتودي مكان والدينها ولا كيف وتقدر توفر ده ما أظنه يمنع أيوة. إذا كان يخلي البيت وسخان والصخير كده وتقوم تجي بشيفة كي شيء ده بقى لو يعطوه بمنع ما أظنه في حسن الناس اللي كمروا دراستهم ببيوتهم ده أيوة. دخلت نفسهم قبل قدر أكمل إذا كان زول ما دخل نفسك ده ما تقدر توفر ما بين البيت والمدرسة وشنو شروطكم يعني في مدرسة الشعب العربية للطلاب سواء الرجال أو البنات في زي يعني كيف شروطكم يعني علم تلقي واحد تلبس يعني زي ضيق وحتى الولد كله يعني بقت الزيرة يعني ضيق وشوفوا الثقافة عن البلدان الآخر هنا عندكم شروط شنو يعني والله من شروطنا ده اني ده زي ده موحد و زي لباس عن الرجال زي الكابتاني وسي وفي واحدين اذا كان عمل في موديل كده ولا كده مرات ده جاي يوقفهم على المراقبين الا درجه من تمشي تستعدل ولا تخيط اخر لا بالنسبة لجهودنا كده قايدين نعمل من ناحية اللباس والأخلاق والهدوء في فصول واختلاط أنا البنات مال الأولاد لدرجة ما قايدين نجاهد أيوة. إن شاء الله على ما أعتقد ماشيين بالعافية واليوم مال الكونكسيون كثير وكأي علم تلقى شاب ولا البيت يعني كل مواقف قاعدين في الكونكسيون هل الجوال قاعدين تقلون بوجه فوق ولا دخلوا مانيتهم يعني عشان من شروطنا ده إذا كان أولياء أمورهم ده بسجلهم ده أيوة. ببروا الشروط ده وبوقفوا فوق قبل يسجلهم وفي الشروط ده ممنوع زول ما يجي بالجوال أيوة. واحدين عندنا مزوجات أيوة. كل الجوال كان ممنوع ولو زول جيت فوق المهم تقفله ويقف في الشنطة المزوجات والما مزوجات كل بعض الأحيان واحدين أولياء أمورهم يشتروا لهم كان نادينهم يقول لها يعني نشرينهم بس زول طلع برا ولو ما قاعد يشتغل شفنا كان شلنا ما ننطلو مرة ايوه يعمل لنا يعني انا الان كله خلاص بطل ما نرجو اوكي وهل كان عندكم معلمين يعني عندهم كفاءة يعني قاعدين بقروا ولا شلتوا ناس كيف قاعدين بقروا يلا والله معلمين اغلبهم حكومين ايوه اغلبهم حكومين ايوه وبيدرسوا بكفاءة يعني تعليم ما جاشك منهم واي واحد بيدرس في تخصصه ايوه اي زول بيدرس في تخصصه وفي تعليم كما جاء شكا عشان نقدر نلفت نظر في المعلم ده ولا كده نقول ما يدرس ولا كده ما الا كان شقوا منا الطلب ايوه بس كده ما واجهنا سوبر من ناحيه المعلمين ده ماشيين تمام وانت علم من قاري هنا عندك كم سنه سيده الوزيره؟ أنا قاعدة من 2010 ده مدرسة رات بقيتي المديرة من سنة الفات من سنة الماضية ده والسنة أصغر سنتين واليوم واجهتك كيف يعني نفسك أنت يعني قاعدة تشارك كيف يعني في المدرسة الشعبية العربية؟ لا مدرسة عشان أنا من زمان مدرسة فوقها يعني عادي لي
والطلب ذات نعرف أهوالهم وتبعيهم وهدين درستهم لدرجة هسه عليهم وهدين في سنة يقولها وهدين يتخرجوا وعيد كشفت بس نقدر نعرفه وكشفت شيء ما كويس ممكن نستدعيه نتكلم ليا وشيء كان عملها مرتين وثلاثة ممكن أنين عندنا لين الجل تكون مرات ولا أي خاف تاني عشان نخوفهم فوقا ما عندنا مشكلة كيم مع الطلب وأنا هسا دير المديرة ده ما واجه مشكلة هسا علينا أيوة مع الطلاب ما عندي أي مشكلة مع الطلاب يعني قاعدين تشوفون زي الأخوات مثلا أنا كابو نفسة قاعدة ده أنا كل عندي جدول لكن جدولي ما كتير زي أنا المعلمين التانيين وأي ما معلم أخر ولا معلم قبضة أنا نمشي عندي كتب كي وقاعدين عندي أنا زمان شنو وصايا شنو كانوا لدرجة هم ذاتا كانوا هسا ما عندهم ده يا سيدي تعالي امشي قرينا أيوة. يا سيدي انا دوري قاعد تبذل جهود كبيره درسنا نتيم وصايا نتكلم لهم كي عندي كتب كي انا وصايا نتكلم لهم وفي بعض المواد المدرسين ما جو كلهم مرات نجي نقول لهم مراجعه مرات عمهم عشان ما يسوي شخب للفصول الثانيه قاعدين بدرسوا وعليهم المدرسه يعني ما نقدر نقوله ولا ما تقدر تقول عدد كده يعني خرجوا عليهم قاعدين يتعلموا يعني انت شفتي مش كيف يعني مش كيف يعني اليوم نخرج هل قاعدين يشتغلوا في الحكومه ولا لقيوا لهم شغله ثانيه قاعدين بخدمه ولا كيف؟ والله نقدر نقول هسه عليهم مثلا 20% كيف؟ في واحدين موظفين بيجونا ولكن اغلبهم هسه في الجامعه واحدين خلصوا ومع توظيف المعافدة وبعدين قاعدين بيدرسوا متطوعين وبعدين قاعدين بيشتغلوا أشغال ثانية ما نسوا العمل ما نسوا عندنا لدرجة وبعدين بيجوا بيساعدونا هنا سنة الفات عندنا إدراب مع المعلمين الحكوميين ده وقفوا شوية ده الطلبة اللي خرجوا قاعدين ساكت في البيت جو ساعدونا مدة هنا شهر بعد ما المعلمين جو كمان سلموهم ليا لجداولي السيدة المديرة تقدر تورينا كلمتك الأخير للمشاهدين اللي كان قاعدين بيشاهدوا التلفزيون على النصور وإنك وصية شنو تقدمين للطلاب عامة؟ بالنسبة للمشاهدين نطلب من أولياء أمور خاصة البنات يتابعون في المدرسة ويتابعون في البيت ويتابعون في أي مكان عشان لمستقبلهم يقدروا يدرسوا ويخلصوا دراستهم ولو واحدة عندها شهادتها في يدها ولو ما تشتغل كلها البقى قدام ما معروف في أشياء كثيرة ظهرت زيادة وأنهم في الأخير المرأة ممكن رجعت واشتغلت وقدرت ساعدت فوقها أبنائها عشان ده الدراسة ده مهم نطلب من الأولياء يودوا بناتهم في المدارس يدخلهم ويتابعهم ما يدخلنا في المدرسة وخلاص توهي تمشي وتجي البنات دي كلنا كاملين عارفين طريقة أن يمشوا فوقها ويدرسوا فوقها ويخلصوا فوقها إذا كذل ما بيتابعهم ده أظن دراستهم ما يقدر يخلصوا بالعافية تمام وتقولوا شنو الأخير الأخير كتقولوا شنو كلمات وبالنسبة للطلبة زي ما قلت بالنسبة للطلبة أنا نتمنى منهم يحترموا معلمينهم إذا كان المعلم ده أنت ما احترمته ده كل مرة ما ممكن ينتق ليه كان ينتق ليه كل ولا نص نص وما كافي إذا كان احترمت يقدر يلمى اللي عنده ليه كله يعلمك ليه وتقدر تستفيد منه وفي المستقبل أنت كده تقدر تكون مرشد لطلبة تعليم إن شاء الله تمام شكرا ولا أسعد المشاهدين من التلفزيون النصور خليكم دائما معنا هنا في برامج على طول نمشي قدام ونشوف كيف ان الطلبة كان قاعدين في الكلاس وقاعدين يطلبوا خليكم معنا في المتابعة La 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 la
الأنصاري أسلم مؤسسة. لا إله إلا الله ولا ينسى في ذاك الزمان مؤنسا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله تطول في الأطوال في كل هيكل واتبت للناس كلما مقدسا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجاء بأمر الله يدوم مباشرا نذيرا ذكورا ذاكرا ومقدسا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا الله أقوى من قافه وجلة وضلال قوما قد قاله وتمسا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألفت كل سدي ثاني حبيبنا لقد أنفق الأموال أمال أنفسا. وذعوا مال الفروع من لم يوسوسا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وسلس بذنولين عثمان باديا لقد بدد الأموال في الله منفسا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبي وزير البدل بابي علي أبو السطين ليس مؤنسا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بجاه رسول الله وصى بجملة ونفس قلوب نفس القلب نفسا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة وتسليم عليه بقدره مع الآل والأصحاب من من تقدس. لا إله إلا الله وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك علي للمشاهدين الكريم مشاور في ميزان النصر. الاسم جد محمد بكر يدرس الشعبية العربية الصف الأول الإعدادي. أنت من قاعد تقريني عندك كم وقت؟ والله شهور. شهور. نعم. شفتك كيف القراية معك؟ والله الحمد لله كان نقرأ. ماشي ما عادلين. وشيء كم مرة تعلمت سأل المعلم ولا كيف؟ المسألة؟ كم باقي تنكمل داير تبدو شنو يعني في الدولة؟ دكتور. دكتور. وهل ما عندك مشاكل مع شبانك اللي كانوا قاعدين يطوروا؟ لا لا ما عندي مشاكل. وشفتها كيف مدرسة الشعبية العربية؟ والله ممتازة مرة. قريتهم عديلة. عديلة. وتوري اخوانك الاخر شنو للشباب اللي ما قاعدين يطوروا؟ والله نقول لهم الله يسعدهم يقروا. أميمة سيد نور الدين. أميمة عندك كم وقت قاعدة تقرين؟ شهور. شهور. وكيف القراية معكم السنة؟ الحمد لله. القراية ماشي معكم عديل؟ كويس. أشياء كم مايرة تسألي ولا هي كيف تشيلي كايك تمشي البيت؟ نزل. وكيف المعلمين معكم هنا في مدرسة الشعب العربي؟ قاعدين بيفهموا لكم ولا ما قاعدين؟ الحمد لله دي يفهمونا. ما قاعدة تسوي مشاكل هنا؟ لا. ومشيت البيت قاعدة تسوي؟ نذاكر. تذاكري. وتوري لها قوات الباقين شنو يعني؟ هل بقولوا ساكت ولا بقولوا ولا شيء؟ بقولوا لهم شنو يعني؟ رسالتك لهم شنو يعني؟ يهتموا بدراستهم. وانت كان كملت عن باقي الدايره تبقوا شنو يعني؟ دكتوره. دكتوره. تمام شكرا. الله يسعدك. زي
زينة عبد العزيز محمد أحمد. زينة بنتي قاري هنا قاعدة تجري كم وقت؟ أول مرة في المدرسة. أول مرة. نعم. وشفت قريتي كيف معك يعني في مدرسة الشعبية؟ مدرسة الشعبية شفتها في مدرستها ماشي عديلة مرة وايد. وكيف المعلمين معكم عديلين ولا كيف؟ المعلمينكم ماشيين معنا عديلين يشرحوا لنا الدرس تمام. وقاري تطبقوا الشروط اللي قالوا لكم ولا كيف؟ نعم طبقوا الشروط اللي قالوا لنا. جيت يومين ما خرجت مع زوجي. نعم لا. مشيت البيت قاري تسجن. أنا ذاكر الدروس. وكان ألما قاري تقري قرايه القرآن. من نقرا. عندك كم جزء؟ خاتمة. خاتمة. نعم. ما قاري تشاهدي الأفلام؟ لا. ما عندك وقت؟ ما. وأنت تقولي للأخوات الباقيين شنو يعني؟ ما بقروا. الرسالة قاري توري لهم شنو يعني؟ نتمنى لكم أن يقروا القرايه والمدرسة بلدنا جاير الناس يقروا ويجتهدوا. ودائرة تبقى شنو عن باقي؟ دائرة أكبر جراحة في بلدي. تمام شكرا لك. أنا الاسم اسمي عابد فضل عابد ثانوية الشعبية العربية وندرس في الفصل الثاني الأدبي. عندي تقريبا 4 سنوات قاعد نقرأ. 4 سنوات. نعم. والله الحمد لله دراسة عديلة ماشيين مستمرين. ما عندك أي مشاكل؟ لا ما عندنا أي مشاكل. ما قد سي مشاكل مع الطلاب؟ لا والله هم نعمل مشاكل مع الطلاب. قراية كيف مع المعلمين قاعدين بفهموكم ولا كيف؟ والله الحمد لله المعلمين يعني في كل شيء فيها نقصان وفيها يعني فيها حاجات مهتمة البعض منهم يعني بعض يعني لكن الحمد لله عندنا مدرسين أكفاء ولكن بس بعض مثل 1 2 كده بس شيء ضعيفين لكن الحمد لله الكثير منهم يعني ماشي معنا عادي نفهم أي شيء والله أنا نوصي يعني أخواني الشباب وأخواتي البنات كلهم يعني نتمنى منهم يعني يبذلوا جهد يعني يقروا قرايتهم يعني زمننا الأسد زمان بيحتاج لعلم يعني زمان أستاذ لو الإنسان ما بيقرأ ما هيستمع يتقدم في المستقبل. وأنت كان كمل داير تبقى شنو باقي في الدولة؟ والله أنا داير أتخصص يعني متخصص في الفيلسوف يعني. يعني أنت فيلسوف. نعم. تمام ربنا يسهل. أنت عندك كم وقت قاعد تقرأ؟ سنتين. سنتين. كيف مدرسة الشعبية قاعد تقرأ؟ الحمد لله تمام. قاعد تفهم شيء؟ ايه نفهم. وكيف انا فقط مع المعلمين كان فهمتي ولا ما فهمت هل قاري تسألي ولا كيف نسألة ان شاء الله بعد من الطلاب كلهم روتين البعض من الطلاب ما نعرف لكن انا دي الحمد لله قد نفهم. وهل في الشروط ده قارين طبقوا ولا كيف قاني طبقوا مع زمن انا الكونكسيون الواتساب ولا كيف قاني طبقوا ولا مدرسة شعبية من غير التجري هل كي يومين ما سويت مشاكل ما سويت مشاكل ما سويت مشاكل لما مشيت البيت قلنا نغسل تانيتي ونمشي نسي أشا وهل ما قاري تجري قراية القرآن نمشي قراية في الليل زبتي كم زبتي كم زبتي كم زبتي كم زبتي 4 نكون أظن أنا 4 سورة ونحن من دار أخوة قولها والله لا عيشة مرة طلع عندك كم وقت كان تقريبا تقريبا 5 سنوات وهاجي من ولدي دادي قريب 5 سنوات أيوة كيف قراي هنا معك في مدرسة الحمد لله ماشي الحال قاعدة تفهم أي شيء أي ما عندك أي مشاكل الحمد لله هسه ما عندي مشاكل سنة سيبا أيوة وكيف القراية معك عادي أيوة كم مشيت البيت قاعدة تصير شنو مشيت بيت هنا نجي نشول الدروس وكم مشيت بيت ده نذاكر درس اليوم باليوم عشان ما يتراكم لي دروس ويبقى لي ضغوطات نذاكر درس اليوم باليوم وكم يصير وصلنا فيه الاختبارات قبل الامتحانات ده يكون لي عبارة مراجعة فقط ما نوجي فوق الصعوبات لا ما كن نشاهد افلام وهل عندكم معلمين كافيين في مدرسة الشعبية؟ نعم عندنا معلمين كافيين قاعدين بفهموك اي شيء نعم من جيت هنا ما سويت مشاكل ما سويت مشاكل تمام الله يسعدك امين ان شاء الله امين وعليكم السلام ورحمة الله في مدرسة الشعبية العربية نعم قدم اسمك للمشاهدين الاسم الكريم فاطمة أبا موسى في ثانوية الشعبية العربية العريقة نعم كم وقت قاعد تقري هنا في مدرسة الشعبية العربية
من المرحلة الابتدائية والإعدادية وحتى الثانوية. وشفت كيف القراية معك مين؟ والله القراية دي الحمد لله على كل حال وعلى النعمة الذي أنعمنا الله بها ونتوفق فيها، نتمنى لنا الشهادة الثانوية في هذا العام، ربنا يوفقنا إن شاء الله بإذن الله. أكيد. وشفت كيف القراية معك؟ والله الحمد لله. شيء كم ما يريد تسألي للمعلم ولا كيف يعني؟ أكيد نسأل المعلم. وكم مشيت البيت قاعد تسوي شنو؟ لما أرجع من المدرسة نتقاول مع الوالدين، وبعد نذهب إلى الخلوة، وبعد الخلوة نأتي إلى البيت وأغسل ملابسي وزي، وبعد الزي كان نأخذ استراحة شوية، وبعد الاستراحة نفتح كراسي مدة ساعات أو ساعة ونص. ما عندك وقت مع الأفلام دول ولا؟ عندي. أكيد. كل ما وقت ولا إلا؟ لا عندي وقت معين ووقت محدد من الساعة 7 لحد الساعة 8 وقت الاستراحة لي، وبعد ده ننوم، وبعد النوم شوية كده الساعة 9 و الساعة 10 دول ده نقوم نذاكر. في المستقبل ندور نكون في تخصص ولا تخصص حقي يعني إدارة واقتصاد. تمام. تقولي شنو للأبطال البعدين ما قاعدين بقرأ؟ والله نتمنى لهم ده في حاجات السلبيات وفي حاجات الإيجابيات دي لازمنا نكون قويين فيها ونبني مستقبلنا يدا بيد ونصنع القد إن شاء الله في المستقبل. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تقدم اسمك للمشاهدين القاعدين بيشاهدوا تلفزيون النصر؟ الاسم عبد السلام موسى عبد الله، طالب ثانوية الشعبية العربية. عندك كم وقت قاعد تقريني؟ مطول ابتدائي، قريب من ابتدائي. وشفت كيف قراية هنا ما أكثر في المدرسة؟ والله قراية الحمد لله ما شاء الله ماشي. قراية عديل ما؟ قراية عديل نعم. قاعد تفهم أي شيء؟ نعم قاعد أفهم أي شيء. يوم واحد ما سوي مشاكل هنا؟ لا لا ما سوي مشاكل. وشنو شروطكم هنا يعني في المدرسة؟ والله طالب تجيب على جوال دول و يعني تلتزم اسمه لنا قوانين اشياء قوانين انا بتلتزم بلا جوال وبلا سكين دول وشنو وبلا غياب كتير. ايوه. وشنو رسالتك لاخوانك الشباب يعني ما عندهم احترام للمعلمين؟ رسالتك شنو لهم؟ والله رسالتي لهم ده يعني احترام المعلم ده اهم حاجه، نعرف كم ما احترم في بيت ده اللي معلم كله ما يقدر يحترمه. ده بقى رسالة لهم. وتقول شنو كلمتك الأخيرة مباكر عندك يعني كان تمر قريتها دار تبقى شنو يعني في الدولة؟ والله دار نبقى سفير. ربنا يسعدك. تقدمي اسمك للمشاهدين. الاسم رقية محمد بلاس. رقية محمد بلاس. نعم. انت عندك كم وقت قاعده تقري يا رقية؟ 15 سنه. 15 سنه. نعم. وشفت كيف مين القرايه معك هنا؟ والله الحمد لله تمام ماشي الحال. القرايه اديل معك؟ اديل. انت جيتني يوم واحد ما سويت مشاكل؟ لا في يوم واحد ما سويتها. ولا المهمه المعلمين؟ لا. ولا ما زملائك؟ لا. وكيف المعلم كان قايد تبقريكم كان فهمت حاجة ولا ما فهمت؟ هل قايد تسألي ولا كيف يعني؟ نعم كان ما فهمت أي حاجة ممكن نسأله سؤال عشان يقدر يرجع يعني يساعدنا. كان ما فهمنا نمشي إدارة، كان ما أستاذ ما فهمنا ما نفهم ما نمشي الإدارة نتكلمون الإدارة، وكان إن شاء الله يقدر يخير لنا الأستاذة. نعم. يعني المعلمين عندهم كفاءة هنا قايدين بقروكم؟ نعم عندهم. وما زملائك كيف يعني قاعدين تبادل افكاركم؟ نعم. ما قاعدين تهرجوا؟ لا ما نهرجوا، ممكن في مرحله انا امتحانات نسوي جروب كي ونقعدوا نتذاكروا مرات بالمساء مرات بالصباح نتذاكروا. مشيت البيت؟ اولا كان بطلنا نمشي نصلي، بعد قريب باش نمشي القراي، بعدين من القراي عندنا عشاء مره نساعد امي في المطبخ، بعدين بعد صلاة المغرب كان نرجع نذاكر. ما عندك يعني وقت كيف تشاهد الأفلام؟ لا عندي في مرات من الساعة 8 إلى الساعة 10
بعد ده نوم شغل الساعة 11 12 نستقيل. ايوه وانت كان كملت كم باقي دايره تبقى شنو؟ اداره واقتصاد. اداره والاقتصاد. نعم. تقولي لاخواتك البنات شنو؟ شغل مثلا قاعدين في البيت قاعدين بيسالوا وارين كان زوجوا بس بقولوا عين قرينا قبلوا يعني تقولي لهم شنو؟ لا لا كان زوجته ما بنخليه قرايه. ممكن نقدر نتزوجه ونقدر نواصل الدراسه. في ناس بعد ما يتزوجوا بتخلص يتركوا الدراسه. نعم. وتقولي لهم شنو؟ نقول لهم خليهم عشان يخلوا دراستهم مستمرة دائما. والسلام شكرا سيدنا. جينا لكم في مدرسة الشعبية العربية تقدم اسمك للمشاهدين. سم انا قبلنا دوني من مسيو ابانغا. مسيو ابانغا. تيودور. ايوه تيودور. انا انت كم وقت قاعد تقري هنا في المدرسه؟ عندي 3 سنة هنا. 3 سنة. ايوه. شفت كيف مدرسه رماق يعني؟ مدرسه ده مدرسه رماش عديل بس رما نظام انا فرنسي ده بس شك مشكله. يلا ده يلا ده مش ما يدوروا اللغه الفرنسيه. ايوه. وحكومه كمان دخل لهم في مدرسه قالوا قرم فرنسي. مش الشات داس بيجي بيلينغ فرنسي عرب دونك فوالا اي فو سي الا نغرم فرنسي شي لا يفهموا شي فرنسي هما وايدين يفهموا وايدين كما يا بس كان دند بروفاغ. وانت كيف يعني اخلاق مع الطلاب دول عليهم وايد ما يفهم شغل تنتقل قريب انسى من كل ما يفهم شنو يعني كونسيانس انا قال انت تشيل قديم من ولد ده يفهم يعني. انا اسرع كان شيل تكس وايد في تو فيسبوك في اسبوع كما في مو كان قبل ما باتان بيبي هاشي لا فمو اي بي ماشي ماشي من قدام قدام ايوا مشي ده. وبعد من الطلاب او تلقى بنات ولا رجال يعني امبولي انا مبقايت عليهم وايد كان نسي ده قلهم ده يسولوا بافرداش كله قايت هسه اقول فيه هسه اقول هسه اقول مرقت من برا هسه اقول 3 دول مرقت. عندك شروط حقك قايت توري لهم ولا كيف يعني عشان ما يدوروا في كوره هناك؟ كان انتم كونسي كان وسيم ترى اي ما يوم كان وسيم لا مباكر ده لوكا فرنسي يا سيد كوفي بكان وايدين ما تقول قال فرنسي ده ما امبورطون فرنسي ده اوكي مهم 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 في اي وقت كان مشيت كله فرنسي ده جاي. وين الاجنده انا كيف يعني في يوم لك يعني انا كاندي اندي اندي 20 حصه في يا في اسبوع في اسبوع 20 سنه. انت وقت يعني عشان تعاينس فوق ولا انت عندي وقت مام بس وقت ده عندي مام بس قال شيل وقت شيا شيا مام كي مام كان ونس شيا شيا وبعدين كمان جاي افهمه جاي افهمه لدين كيف ريلاسيون انا مع كل انسيان القاعدين هنا عندكم ما عندهم مشكله ما عندهم مشكله ماشيين عديل بس ما عندهم مشكله. تقول شنو اللي باران ديليف دول مو باران ديليف ده انا نقول كاري وسوم شاف في بيت ايوه بس يلا وبعدين ده جاي جولينا بيعطوا ادب ما ينفع و ادب يوم ما ينفع في اكل ده ما يمشي الا يرسبكتي يا انسيان دول ريسبكتي ومن ذاتك نفس كي ريسبكتي ايوه ومن كي يسال روم قبل جول شنو تمام دما كيشن واي ايوه دما سوال ومن يسال روم جول شنو ما كم جول غراي ما يخطو انقول ده في غراي كما جول غراي كمان ومن يعرف اغاي يارتم قدام ده انت اسمك يا تو حليمه مصطفى يعقوب حليمه مصطفى مصطفى يعقوب صبر يعقوب انت قاعده تجري هنا قاعده تجري بكم بس ستة وكيف قاعده هنا معاكم عديل ما كان داوس طب مشيتي بيت قاعده تسوي شنو انا ذاكر ونفكر راسي نقعد على انتونا في طبور على دقري وان باك كان كملت الدور تبقى شنو انت نقعد دكتوره او مهندسه او جند او السيده ايوه وكلام انا إيه انا كده في بيت قاعده تسمي ولا ما قاعده تسمي قال السبا قاعده تسمي عديل سي أيه. ما قاعده تايرين اصلا ما قال نايم انا
ناقر عليه ما اكلتي دواء كيسي؟ اي والله ما تاكلي؟ انا ما كنت ناقد ما تاكلي دواء كي؟ وجهي شفته في دنك قاري تاكلي دوكو ها؟ واسمك يا تو؟ انا اسمي هو ادريس دكوم هو ادريس دكوم انت قاري تقري هنا؟ اي قاري عادل ما كيسي؟ عادل مرات وانت كان كملتي رمباكر تبقى شنو؟ كابتن في الهواء ها؟ كابتن في الهواء يا سلام كابتن في الهواء دوري تبقى يعني السوق انا الطياره يا دوري قرص كثير يا سلام اجري عديل ها وانت كان شغل في اكولك يعني سولي هورا قاعد تفهمي ولا ما قاعد تفهمي؟ كنا نفهمه وكنا نمشي نجري زاني كفيفي نجري كثير كي ايه ما قاعد تلبري في غربانسي ما قاعد نلبري في غربانسي وما قاعد تداوسي مارو فوقانكي ما قاعد ندايس وفي بيت كرسولوجي سي قاعد تمشي؟ قاعد نمشي قاعد تمشي سي وقاعد تجري قراي مسير يزبكي كم؟ يزبي اربعة اربعة يزب عندك قراي وينو تجري لنا صورة وينو عندك تجري لنا إذا وقعت الوقت أيها أقري لنا الشيء كي شوفه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة صدق الله العظيم الله يخليك يا عندي سيجي تكوني كابتن عبد المجيد محمد احمد عبد المجيد انت قاعد تجري بيت كم بيت اربعة بيت اربعة أيه. انت عندك كم وقت قاعد تجريني ثلاثة سنة ثلاثة سنة وفيم قاعد تفهم شغل ولا ما قاعد تفهم كان افهم اللي قروك راكم مشي بيت قاعد تذاكر ولا ما تذاكر قاعد ذاكر ما قاعد تداوسي اي نشوفك ده دواسي سي قاعد تداوسي ها وكم مشي بيت قاعد سي شنو قاعد نفكك قاعد تذاكر اي و يعني كرسلاني نمشي ايه وابني كل كرسلاني نمشي وتوري لي اخوانك المجد رموناس كبار توري لهم شنو الدقاق ولا الكبار الدقاق 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 نقول لهم احترموا ابناكو واحترموا اياناكو ونقول لهم كلام ادي بكر سليمان فاطمة بكر سليمان أيه. انت قاعده تجري بك كم فاطمة بس ثالثة عندك كم وقت قاعده تجري السنة بس السنة بجيتي قاعده عادل ماكيني ايوه تعلم ده بجيتي وقاعده تفهمي شغل في كلاس ايوه وكم ما في امتلاء تسالي معلم ولا كيف نسأل ايوه ما قاعده تأيري ناس الكبار سي ما قاعده نأيرو وما قاعده تداوسي ما رفقانكي ما داوس ما منجي منجي ما داوسي أيه. قاعدين اديرين ما داوسي وكم مشيتي بيت قاعد تسير شنو دا كان يعني قالت لي نقش فداي وانا خدمه كان عندي وقت اني ذاكر كايتي ايوه ايوه خلاص لسه ما قد سي اكل في لداي ها ما اكل لما نقدر نسي لكن كان أيه. مجيد دول شاي دول شغل حي مجيد دول تقدر تسي ايوه ادي لك تسي مجيد أيه. وشاي كله تقدر تسي سي يجيبك كم في 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 جريره جريره المسجد ده جريره المسجد ها دا عندي حسبان مدير مدرسة الشعبية العربية ايوه المدير هاي. انت كيف يعني قاعد تجري هنا من عندك كم وكيل يعني قاعد مدير هنا في انا تقريبا ست سنوات في المدير في المدرسة الشعبية هنا مدرسة الشعبية العربية ست سنوات انت كيف يعني معاملتك مع العيال الدقاق ده انا زيك زي تشاهدون انتم بنفسكم ايوه مع اولاد الدقاق تعرفوا خدمة ثقيلة ايوه خدمة ثقيلة لان صغير الطفل يجيبوه من البيت جوست توالف كيف تشوف مرحلة الاستراتيجية جوسكا يلقى المعلومات يكتب يغرد صعب جدا لأنكم أنا اخترنا التدريس من واجبتنا لازم نعملها إن شاء الله يعني إنكم معلمين ولا إنكم نقيس أنا المعلمين هنا فقط عندنا نقيس المعلمين
عندنا ناقص معلمين، لان بعض من المدرسين الحكومه جابتهم ما جوا في مكانهم. ايوه اي ما جاء مكانهم، واصلا شغالين بمطوين. اي مطوين يعني مطوين ان شاء الله. المدرسه شارتهم أيوة. تكفيهم على حسب قدرتهم. ايوه انا حكومه. يعني شروط هنا في المدرسه دول كيف؟ شروط بالنسبه للتدريس، لان شروط التدريس، لان انت مدرس انت اخترت التدريس، شروط ما يكفي خلاص، لان انت واجباتك تنتهي. ده شغل الواجب، تجي من الساعه 7 الى ميدي و20 دقيقه، ده شروط الانسان. تجي في مدرسه تقري من الصباح الى ميدي و20، كما عندك امل، كما عندك هيسه، كل لازم تقعد في مدرسه. ده الدستور المعلم القائد جاهز، وبعد من المدرسين زي تعرفوا ما بيجي في الوقت المناسب. ايوه كيف يعني هسه يعني نشوف بعض من الطلاب يعني قاعدين ما بيقروا يعني سولهم كيف؟ هل انتم بنتيجتكم في قروم ولا يعني قاعدين بوجهوا بالتاخير حتى بنقوم الدروس؟ المدرسين كيف؟ المدرسين لان الانسان ده يحسب على حسب الدماغ. ايوه كل اي مدرس لازم يعرف شنو؟ شغله حرام، شغله حلال، البدره الما يدور كله يعرفه. أيوة. نادم يعني هو مدرس هكوم جابة وما بيجي ذا كان أنا ابن آدم ونقول له أنا هقوم كل كذب الله يعاقبه من المفروض هو بصف دمير قبل ما يصفر هذا الحصل المطلوب بسألتكم شنو للأبات لأبات التلاميذ أنا في الحصل بصفة المدير المدرسة دائما الأبات لازم يراقب أولاده في البيت وما يخليهم يشوف التلفزيون لان التلفزيون لا شغل در للاولاد. تمام الصغير وقت ما شاف بيده اقلى الا في التلفزيون بس. ايوه وقت الزاجر فوقه ما في. ما في بالنسبه للاولاد في اللي بالكوره. ايوه براو ما منام نوم عنده وقت عشان يلعب الكوره وقت الزاجر فوقه. مرحبا خيرا رسولا، مرحبا خيرا رسولا، جاءنا بالبينة، جاءنا بالبينة، هو للأرض منارة، هو للأرض منارة، حافظا الرحمة بخا، حافظا الرحمة بخا، علم الدنيا هداه، علم في بلاق الكاذبة، في بلاق الكاذبة، هنا يسر ونور، هنا يسر ونور، في انطلق الطبقة، عم كل الطبقة. مشاهدين هنا تلفزيون النصر خليكم دائما معنا اين خلاص برنامجنا برنامج على طول كمل ونشكركم كثيرا اليوم كان جينا في مدرسة الشعبية العربية اللي قاعدة في كارتشير بو شفنا القراية قاعدين بقروا كيف ان شاء الله للمعلومات نشكركم كثير هناك في التصوير أبكر بسكين الكيك ومعكم كمان موسى محمد للافتسارات وللمعلومات تقدروا تتصلوا علينا في 60 81 57 80 او 60 60 34 47 12 ان شاء الله هنا قاعدين في خدمتكم في اي مكان يا لاد نقول لكم اقعدوا عافية شكرا عليكم اقعدوا عافية ميرسي شكرا عليكم J'ai dit on revient sur le texte numéro 1. La saison au tchat. Qu'est-ce qu'on a dit? Au tchat. Le principal est la saison. Alors, on a dit dans le nord du pays, il est difficile de parler de deux saisons. C'est la zone deux saisons.